خليني اوريك اكرمك الله المناشف او الخروق النظيفه اللي تتمسح فيها السيارات بدون وتمتص ابزوربنت، تمتص حتى عمليه تنظيفها سهل، تغطسها في المويه مرتين ثلاثه تطلع معك. انا عارفها بصراحه، بس انا اقول لك انا عملت بيها استخدامات كتير قوي. هات. حد شايفنا ان احنا فتحناها صح؟ لا لا محدش. انت مش هتخيل انا بستعملها في ايه؟ بلمع بيها الساعات. اه اكتشفت عشان الماده اللي مصنوعه منها الالياف اللي بتخش بطريقه المايكرو فايبرز، الالياف البسيطه قوي اللي بتخش في الحاجات الضيقه بتفرق جدا، فتخيل انها في الساعه بتعمل كده. انا بصراحه مشتري واحده حاططها في البيت، لان انا نفس المرض بيتنقل لحاجتك الشخصيه، يعني زي ما العربيه كل شويه هتلاقي لك حاجه تستخدمها فيها. أيوة. صغيره وكبيره. فانا حاطط واحده جوه العربيه بمسح بيها التابلو وبمسح بيها الحاجات الرفيعه، ان انا الهوايات والحاجات دي بتبقى ضايق قوي منها، الوحيده اللي بتقدر ده، وبعدين تتغسل وتروح عاملها كده رجعت جديده تاني. وللعربيه من بره رائعه بقى بصراحه، يعني الصبح بدل الفوطه بقى اللي هي الرمه التراب دي. انا بمسح عربيتي بايدي. انت بتهيألي ما عندكش مشكله صح؟ ما عندي مشكله، بالعكس انا امسحها، بس نصيحتي دائما زي ما اقول لكم لا تضغط، يعني مست عليها صح. طبطب عليها كده بشويش، مش تروح حاطط بكل عزمك ومديها الضمير. ايوه الضمير مره، يعني الضمير دي الحاجه دي بس اللي طلعت. ايوه فبشويش بشويش عشان مع المايكرو فايبرز هنا ولا المويه او اي كونديشنر او اي حاجه بتستخدمها، فتخلي التراب والحجاره الصغيره دي تتزحلق بدل ما تفحص في البويه. بالظبط. وبعدين ممكن تستخدمها، يعني ممكن كمان بعد ما تخلص بيها العربيه لو مش عايز تشتري واحده تانية تغسلها واطلع بيها البيت، امسح بيها الشاشات بتاعه الكمبيوتر، تلفزيون البلازما، تلفزيون، كل حاجه انا استعملتها. انا بقول لك الساعات بالنسبه لي ليه؟ لان بانت قوي، انت عارف بعد شويه من الاستخدام، فتخيل في الساعه بتعمل كده، تخيل في العربيه بتعمل ازاي. اكيد اكيد طبعا. في عندنا هنا كمان انت عارف بقى، منديل اللي انا كنت اقول لك عليها، تنظيف التكييف ابو ريحه ده. انا عندي مشكله، انا مش مدخن الحمد لله، وانا الحمد لله. وانا ما بحبش وانت كمان صح؟ ما عندكش حد بيدخن في العربيه صح؟ يعني اللي يفكر يعمل الحركه دي هيلاقي نفسه الشباك على سرعه 120 كيلو، يعني هوا ده صديقي. انا كده احنا تلاقينا في حاجات كتير قوي. والله لو احلب لو ايه مين من الشباك يترمي. المشكله ان ريحه الدخان بتقعد في العربيه كتير قوي. اكيد. وريحه الدخان دي تمسك في التجاويف التكييف بالكامل من جوه، والموكات كمان بتاع العربيه، ولو العربيه كمان الكراسي بتاعتها ستوفا او اللي هي القماش بتمسك اكتر، والسقف طبعا. ده بيقتل البكتيريا وطريقته سهله قوي، وانا شايف ان احنا محتاجين نعمل ده كتير عشان نحافظ على اولادنا وعلى صحتنا احنا صدرنا. مرضى صدريه. بالظبط. حساسيه. احنا بلادنا فيها تراب، فالتراب محتاجين ان احنا على قد ما نقدر نقعد في جو نقلل منه التراب. اللي عجبني في البرودكت ده عن بقيه البرودكتس، في كذا برودكت زيه، بس مفره قررت انها تتميز في حاجه مختلفه. طريقته سهله قوي، بتفتح التكييف بتاع العربيه، ومع الحراره العاليه بنحتاج ان احنا نفتح التكييف بتاع العربيه نهويها الاول، وبعدين نقفل نسيب التكييف شغال لحد ما تبرد تماما، وبعدين نفتح ده ونروح فاتحين. عارف بتاع اللي في الطياره كنا بنسال دايما ليه واحنا جايين بعض الدول بخ مضيفه داخله تبخ الركاب كله. حسسني ان انا عندي مرض. ايوه ايوه لما بقول لهم جراثيم. بس اكتشفت ان الحاجات دي طلعت مهمه، فاحنا ليه ما بنعملهاش في عربيتنا؟ هتروح فاتح تكييف، بردت العربيه تماما، الكرسي اللي جنب السواق عشان قريب للفلتر. انت عارف ان انا من الناس اللي بفتح الفلتر وانضفه، بس يعني انا ما بنصحش كل الناس تعمل كده، لان الموضوع ممكن يكسر الريش وممكن يكسر الجزء اللي بيدخل منه الفلتر. الكرسي اللي جنب السواق في الارض، هتدوس تقفل البيبان بتاعه العربيه وتسيبها 10 دقائق شغاله لوحدها معنى الصح. اللي خلاها انها تتميز المنتج ده بتاع مفره عن بقيه المنتج كلها 10 دقائق، المنتجات الثانيه في نص ساعه في تلت ساعه. فلو جينا حسبناها برضو تلت ساعه سايب العربيه واقفه دايره وشغاله في الجراج لوحدها ومن غير ما انت واقف جنبها، ولسه كمان هتسيبها على الاقل ربع ساعه عشان تتهوى، ضيعت لك ساعه الا ربع في المنتج ده من غير ما بدون اي نتيجه. يعني ممكن تكون في نتيجه كويسه لكن وقت كتير. انا بسرعه بتخلص. ده 10 دقائق بالظبط، وبعد كده تهوي العربيه، وبالتالي كده يعتبر العربيه اتقتلت منها البكتيريا كلها.